السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزمة تنشأ ما بين نادي الزمالك وطارق حامد، وانتشرت على النت وبقت فضيحة عامة، والخطاب الرسمي اتبعت على النت وبقى في كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل مواقع كرة القدم، ومختوم وممضي من اللواء علاء مقلد عضو إدارة نادي الزمالك، ويعني مش عارف، أقسم مش عارف والله، يعني أنا مش عارف. أزمة ملهاش أي 30 لازمة، و رد فعل سريع من إدارة نادي الزمالك ضد طارق حامد، ورد فعل يعني أنا مش متقبله كراجل يعني زملكاوي، وما أعتقدش إن الزملكاوي متقبلينه. طارق حامد ياما ضحى عشاننا، والخطاب ما ينفعش يتعمل بالصورة دي. فده ده ملف هنناقشه يعني. والملف التاني هو ملخص اللي اتقال في مؤتمر المجتمع رضوان منصور رئيس نادي الزمالك سريعا، وملفات ناريه فتحها. فاستاذنك قبل ما يعني نسخن في الحلقه، ركز معايا كده وصحصح كوبايه شايك او الحاجه الساقعه او النسكافيه او ايا كان اللي بتعمله ايه، وفوق معايا كده وسيب اللي في ايدك كله، وانزل اعمل اشتراك في القناه بعد اذنك لو مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك على الفيديو، مستني كومنتاتك وتعليقاتك على محتوى الفيديو والملفين اللي هنناقشه. أول ملف سريعا، أهم ما تم ذكره في مؤتمر مجتمع رضوان منصور للرد على الاتحاد الأفريقي، بسبب إن الاتحاد الأفريقي قرر إن نهائي السوبر الأفريقي ما بين الزمالك المصري والترجي التونسي يكون في الدوحة في قطر. وكده كده أصلا الاتحاد الأفريقي اتفق مع قطر إن هو هيقيم التلاتة سوبر أفريقي اللي جايين، سواء السنة دي أو السنة الجاية أو السنة اللي بعدها إن شاء الله، هيكون في قطر، وخلاص الاتفاق تم وفي عقد ما بين الطرفين. فنادي الزمالك رفض رفض تام ان هو يروح قطر، ومرتضى منصور قال انا مش هروح قطر غير في حاله واحده، ان الدوله ذات نفسها تقول لي مفيش مشكله وروح قطر بالفريق بتاعك والعب هناك. برضو لسه في وقت علشان نوصل للماتش، الماتش لسه ان شاء الله يوم 14/2/2020، فيوم الفالنتاين يعني، فلسه بدري يعني على القصه دي، ولسه وقت كبير يعني، اعتقد لسه في 3 شهور قدامنا مثلا، قلنا 12 و1 و2 يعني شهرين ونص 3 شهور فلسه. ولكن الاتحاد الافريقي في مصادر منه طلعت اتكلمت او قالت للصحافه ان هم بعد ما عرفوا رفض مرتضى منصور التام، وان اعتقد الزمالك كمان ارسل خطاب رسمي للكاف كده، فبيبدا الكاف يستعمل الاجراءات ضد نادي الزمالك، والعقوبات اللي هتتم عليه عقوبات ممكن تصل ان تكون عقوبه ماليه تصل ل 5 مليون دولار، وايضا في عقوبه تانية هو ان هيتم استبعاد نادي الزمالك لمده 3 سنوات من جميع البطولات التابعه للاتحاد الافريقي، والعقوبه الثالثه ما تبقاش عقوبه قوي ولكن نهضه بركان سيتم يعني تبديله بالزمالك، وان هو هيلعب قدام الترجي التونسي. وفي ناس تقول ان في عقوبه رابعه، ولكن اعتقد ان هي دي هتكون صعبه جدا، وهو سحب بطوله كاس الكونفدراليه من الزمالك او سحب اللقب، اصل اعتقد دي صعبه جدا يعني، هم اول 3 عقوبات اللي ممكن يتعملوا، ولكن اعتقد الموضوع في طريقه للحل يعني. فمرتضى منصور قال انا مش هروح قطر غير لما مسؤولين الدوله يقولوا لي روح قطر بنفسهم، لكن انا مش رايح. فدي اول جمله اتكلم عنها. تاني حاجه قال ان هو هيكون في اجتماع ما بينه وما بين تركي آل الشيخ رئيس هيئه الترفيه، فقال انا والمستشار تركي آل الشيخ هيكون في اجتماع ما بيننا علشان نصحح الاوضاع، احنا كنا عيش وملح مع بعض، ومش هدي فرصه للناس اللي عايزه توقع ما بيننا ان هي توقع ما بيننا، وانا هقعد اتكلم معاه وهلومه على كل اللي قاله وكل اللي ضايقنا بيه، وان شاء الله هنرجع العلاقات زي زمان وهنرجع المياه لمجاريها. وقال ان هو تليفونه اتهكر، وبداوا يرسلوا من على تليفونه رسائل شخصيه لبعض الشخصيات الهامه في مصر وفي السعوديه، رسائل مسيئه يعني او شتايم وكده. وقال ان قناه بي ان سبورت في صحفي طلع عليها وقال ان فعلا تليفون مستشار مرتضى منصور اتهكر، وبدا يتم ارسال رسائل لناس عن لسانه يعني، ولكن هو ما عملش اي حاجه لان التليفون كان غصب عنه متهكر، والحاجات دي ما كانتش بايده. برضو اتكلم عن طارق حامد، ودي الازمه اللي هي هتفجر الدنيا يعني، خليكم مركزين معانا لان ازمه طارق حامد هقولها لكم دلوقتي ان شاء الله، بس انا بقول لكم حاجه حاجه يعني. اتكلم عن ازمه طارق حامد وقال ان هو متمرد وهارب وبيدعي المرض، وان هو هيعاقبه كله وكل اللعيبه اللي هربوا من ماتش انبي، وان هيعاقب لعيبه نادي الزمالك والجهاز الاداري لنادي الزمالك بعد مباراه ما زنب الكونغوليا، وبعد العوده من مباراه دوري ابطال افريقيا. وايضا اتكلم وقال ان خالد الغندور مش عايز يشتغل في نادي الزمالك غير لما يعرف هيكسب كام او هياخد كام، وان هو رفض انه يشتغل في قناه نادي الزمالك
بعد ما عرف ان هو سعره مش عالي، ولكن خالد الغندور طلع كذب ونفى ونشر على صفحته وقال ان هو اتعاقد مع قناة نادي الزمالك قبل مباراة انبي، وان هو خلاص هيتم تصوير البرومو في الاسبوع ده، ونفى كل الكلام ده. وبعد ما استاذ محمد منصور كلم مع طارق حامد، طارق حامد طلع على الانستجرام وحط صورة ليه في ماتش نهضة البركان اللي الزمالك كسبه وخد فيه الكونفدرالية مع جروس، وهو متعور وبينزف من اعلى الفخذ عنده في المنطقه الخلفيه يعني، وكان بينزف جامد وحاط صوره لنفسه ان هو مش بيدعي المرض، ان هو بيحارب مع نادي الزمالك لاخر قطره. واتكلم ايضا عن ايه تاني يعني، ده الملخص بتاع الكلام اللي انا فاكره. وقال ان الناس هربانه، الناس اللي اختارت ميتشو قبل كده كبار نادي الزمالك اللي اختاروا ميتشو دلوقتي هربانين ومش بنسمع عنه، مش بنسمع صوتهم خالص، ويا اما بيطلعوا يهاجموا في ميتشو. والحاجه الاخيره قال برضو ان المذيع احمد جمال رفض ان هو يطلع على قناه الزمالك او برنامج الزمالك اليوم على حدث اليوم بعد ما عرف ان برنامجه على قناه الزمالك هيبقى الساعه 6 وخالد الغندور هيبقى الساعه 11. دي معظم المشاكل اللي اتكلم فيها مشرف طه منصور، وده كان الملف الاول. مستني تعليقاتك، وما تنساش برضو احنا مع بعض بنخش في الملف التاني. خد نفسك كده وريح، اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك على الفيديو، ما تنساش تعليقاتك وكومنتاتك على الفيديو ده. الملف الثاني وهو الخطاب الرسمي الذي تم ارساله من قبل مجلس اداره نادي الزمالك لطارق حامد، والمضمون ان بيقولوا طارق حامد ان انت اتمرضت وتداعيت المرض في ماتش او مباراه انبي، وده اللي ادى لخساره الزمالك، وان احنا مش هنسمح لك تاني ان انت تدعي المرض في المباراه الجايه مع مازيمبي الكونغولي، وانك لا انك لو ما جيتش المطار في تمام تقريبا الساعه 12 عشان الزمالك يسافر للكونغو ويلاعب مازيمبي، انت كده هتبقى متمرد وسوف يتم شطبك. تم تهديد طارق حامد بالشطب، مع ان مصدر مقرب من طارق حامد قال ان هو بعد الخطاب ده الراجل عشان خاطر جماهير نادي الزمالك هيسافر مع الفريق مازيمبي. ده مش كلام رسمي عن طارق حامد، ولكن مصدر مقرب نقل على بعض المواقع وسائل التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الخاصه بكره القدم، قال ان طارق حامد يعني شاف الخطاب والراجل اتضايق جدا، ولكن انا عشان جماهير نادي الزمالك انا هسافر وانا ما بدعيش المرض. مع وقال ان نادي الزمالك ذات نفسه هو اللي اعلن اصابتي وميتشو عارف والجهاز الطبي في نادي الزمالك عارف ان انا مش بدعي المرض ولا بدعي الاصابه، لان في دكاتره وبيقيموا ان انا مصاب وكان عندي الام في اسفل الظهر عامله مشاكل في العضله الخلفيه، فانا ما ادعيتش المرض، انا الجهاز الطبي قال لي انت مش هينفع تلعب فما لعبتش، فمش بمزاجي يعني. فانا كراجل زملكاوي معترض جدا على الخطاب اللي تم ارساله لطارق حامد ده. ما ينفعش اهدد لاعب زي طارق حامد واقول له هشطبك واقول له ان انت ان انا حاطط لك 2 مليون جنيه في خزنتك زي معظم اللعيبه اللي حاططها لهم، وعشان عقدك اصلا 11 مليون جنيه، وانا بحذرك انت ووكيلك علشان عايزين يزودوا العقد ل 20 مليون جنيه والزمالك لا يتم لوي ذراعه، ولو مش عايز تلعب امشي. ولا انا اعتقد ان طارق حامد اذكى من كده، وما اعتقدش ان طارق حامد مش عايز يلعب علشان خاطر يزود عقده يعني. طارق حامد لو حاجه زي كده اعتقد كان ممكن يطلع يتكلم. واعتقد ان مشتري طه منصور انا هعدل عقد طارق حامد اللي هو عايزه. طب انت يا مشتري لو مش عايزه وديه نادي الاهلي السعودي اللي جروس عايزه هناك. لا قال لك انا مش هودي لجروس عشان انا في مشاكل ما بيني وبين جروس، فمش هديله اللي نفسه فيه كمشتري طه منصور والزمالك وعفوا وجروس. فالموضوع يعني شائك دلوقتي بين طارق حامد وبين اداره نادي الزمالك. ربنا يا رب يستر وطارق حامد يرجع لنا ويتم ترضيته ماديا وماليا وما يكونش في اي مشاكل من النوع ده، وربنا يكرم. وانا يعني متضايق جدا والله من الجواب اللي انتشر من الاداره لطارق حامد ده، وانتشر على العلن وبقت فضيحه رسميه يعني. كان معكم اخوكم عمرو عاطف من قناه صاحب الكوره، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام عليكم.